فيلم الحب تحت المطر كان فيه جملة مؤثرة جدا، الشخصية اللي بتمثلها قالتها، انه لما بترجع من الجبهة بتحس انك داخل بلد تانية. وقد كده الجملة دي مؤثرة لانها بتوري معاناة الشاب اللي عاش حرب الاستنزاف. مشاعرك بقى كضابط وكشاب كانت عاملة ازاي؟ اه فعلا الكلمة اللي اتقالت ان الواحد كان حاسس انه محتاج جواز سفر عشان يخش القاهرة بلد تانية. كان تمارينه شغالة في شارع الهرم، كان احلى ستيريو موجود فكانت صعبة جدا صعبة جدا حرب الاستنزاف، والواحد يرجع يلاقي مفيش حد حاسس خالص خالص، والناس بتشتكي على حاجات تانية. استاذ نجيب محفوظ حب تحت المطر يعني شافها وحسها وترجمها، وطبعا كان سيناريو الأستاذ ممدوح الليثي الله يرحمه وإخراج حسين كمان.